أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كان لي صديق يتنفر منه كل الناس ولا يحبذون الجلوس معه. لماذا؟ لأنه لم يكن يفتح فمه إلا لكي يتذمر ويشتكي، وحتى في الحديث عن نفسه لم يكن يتحدث إلا عما يعانيه من أمراض ومشاكل صحية، وبعضها كانت صحيحة وإن كانت بسيطة، مثل الأرق الذي كان يعاني منه مثلا في ليلة من الليالي، مثل أنه في يوم من الأيام قبل 10 سنوات سقط وانكسرت رجله. دائما التذمر كان على شفتيه. طبعا بعض الأمراض أيضا كانت وهمية وما كان لها وجود، وكان السبب في تنفر الناس منه أمرين. الأول أن الرجل لم يكن يرى من الحياة إلا جوانبها السلبية. أنا بصراحة أقول الحياة فيها جوانب سلبية. أنت حينما تنظر إلى الزمن، هنالك ليل، هنالك خريف، هنالك شتاء. تنظر إلى الناس، هنالك فترة الطفولة وضعف الطفولة، هنالك فترة الهرم والشيخوخة وأمراضها ومشاكلها. لكن إلى جنب الجوانب السلبية في الحياة هنالك جوانب إيجابية، إلى جانب الليل نهار، إلى جانب الخريف والشتاء هنالك الربيع والصيف، إلى جانب الطفولة مرحلة الطفولة والشيخوخة هنالك مرحلة الشباب. إذا كنت في يوم من الأيام خسرت في مكان فإنك ربحت في مكان آخر. إذا سقطت مرة وانكسرت رجلك فسنوات طويلة تمشي على رجليك بدون ما تكون مكسورة. في جوانب إيجابية إلى جانب الجوانب السلبية. هذا الرجل لم يكن يرى من الحياة إلا الجوانب السلبية، ولم يكن يرى في الأشخاص الذين حوله إلا نقاط ضعفهم. فكما كان يتذمر من الحياة، كان يتذمر من أقرب الناس إليه. يشتكي على ولده، يشتكي على أخوه، يشتكي على زوجته، يشتكي على أقربائه. وكما لم يكن يرى إلا ظلام الليل، كان لا يرى إلا الأخطاء التي تقع في الحياة. الأمر الثاني اللي كان يخلي الناس يتذمرون من عنده، أن الناس بطبعهم يميلون إلى من يكون إيجابيا في نزعته، يميلون إلى المتحمس في عمله، السعيد في حياته. كل واحد من عندنا يمتلك الكثير من مصادر الإزعاج التي يتذمر منها، فلماذا يصادق من يزيده في هذا الجانب؟ إنسان يريد يروح يقعد واحد اللي ينسي آلامه وينسي أسباب انزعاجه من الحياة، مو واحد اللي يزيدها. شوفوا حتى في السياسيين، أنت ترى أن من يوزع على الناس الوعود بكل ما هو خير، سأفعل لكم كذا، أنجز لكم مشاريع، ويفتح أمامهم آمال في الحياة ويقدم لها ما فيها التفاؤل، هذا يكسب الأصوات أكثر من ذلك الذي ينتقد فقط. وهذا هو السر في أن المرشحين في الانتخابات في العالم كله يطلقون الوعود بلا حساب. ولو أنهم اكتفوا بنقد الحاضر والتذمر مما هو قائم لما أعطى أحد صوته لهم. شوف، الشخص الوحيد الذي هو مكلف بأن يستمع إلى الشكوى هو الطبيب.
انت رايح يمه ده ياخذ من عندك مال حتى يستمع اليك في شكواك، اما بقيه الناس فلا يحبذون ان يستمعوا الى شكاوى الاخرين. حتى عند الاطباء فان المريض اذا زاد من شكواه فالاطباء يقاطعونه ويعتبرون ان ما تفوه به كافي، يقول كافي المقدار كافي، نعم فهمت شنو وضعك، بعد اكثر من هذا ما يحتاج تشتكي من مرضك. وقد تسال هنا كيف اعود نفسي على ان لا اقول الا خيرا؟ طبعا الحديث يقول قل خيرا او اسكت. كلامك اللي تقوله خلي يكون كلام خير، كلام صلاح، كلام فيه فائدة للآخرين، كلام خالي من الغش، خالي من الحسد، خالي من التهمة، خالي من الغيبة. كيف أعود نفسي على أن لا أقول إلا خيرا ولا أرى إلا الجوانب الإيجابية، لا أرى إلا خيرا ولا أعمل إلا الأعمال الصالحة، لا أعمل إلا خيرا؟ شلون؟ لا أقول إلا خيرا، لا أرى إلا خيرا، لا أعمل إلا خيرا. الجواب هذا يحتاج إلى قرار تتخذه بينك وبين ربك. اتخذ قرار أنه لا أقول كلاما إلا صحيحا، ولا أنظر إلى الجوانب السلبية من الحياة، أن أكون متفائل دائما، وأن لا أنظر إلى الناس إلا في صفاتهم الحسنة وليس الصفات السيئة. كل إنسان بالنتيجة عنده بعض الصفات الحسنة. جاءني أحدهم مرة وبدأ يشتكي من شخص معين، قلت له يعني ما عنده أي حسنة هذا صاحبك؟ قال ولا حسنة. قلت له ما يصير، لأن الله لم يخلق إلا إبليس اللي كل شر، إبليس كل شر، لكن غير إبليس عنده خير وعنده شر. حتى رب العالمين يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. حتى في الجاهلية كانت هنالك السنن عند أهل الجاهلية الله أقرها لأنها كانت سنن جيدة. الآن لو أن حاكم ظالم كان قد زرع مزارع كثيرة، أنا أجي أهدم هذه المزارع؟ ما يصير. على كل حال أن تقرر بينك وبين ربك بأن لا تقول إلا الخير، وأن تنظر إلى إيجابيات الحياة، يعني أن تنظر إلى الصبح إذا أسفر، إلى الشمس إذا أشرقت، إلى الطيور إذا زغردت، إلى الأشجار إذا أورقت، وحتى في ظلام الليل فتش عن القمر، فتش عن النجوم المنتشرة في السماء، فتش عن الشهب الجميلة في حركتها السريعة في إضاءتها، فتش عن هذه الأمور. عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام يمر مع الحواريين على خنزير نتن ميت، جثة منتنة من خنزير، فبدأ الحواريون يتأففون من ذلك، واحد يقول شوف شكله، واحد يقول شوف اسم اشتم ريحته، واحد يقول كذا. فقال عيسى بن مريم ما أشد بياض أسنانه، نظر إلى الجانب الإيجابي، خنزير منتفخ أسود منتن، النبي عيسى سلام الله عليه رأى أسنانه البيضاء، شاف الجانب الإيجابي من عنده. ثم بعد القرار الذي تتخذه حاول أن تضع قرارك هذا موضع التنفيذ فيما يرتبط بلسانك، فيما يرتبط بإيدك رجلك، لا تقول إلا ما هو خير، وإن لم يكن عندك شيء أن تقوله فاسكت، يعني ضروري أنه تقول فتكلمه، ما عندك كلام تقوله اسكت. الصمت قطعا أفضل من التفوه بالسلبيات والسيئات والغيبة والنميمة والتهمة، قطعا صمت أحسن.
وتأكد أن الناس يرتاحون إلى الصامتين بمقدار ما يرتاحون إلى المتحدثين. يعني لا تفكر إذا قاعد في جلسة وما عندك فرشي زين تقوله، إذا كنت ساكت هذا عيب، هذا الناس ينظرون إليه كعي وعجز وعدم القدرة على الكلام. أبدا، الناس مثل ما يحبون يسمعون الكلمات الجميلة والأخبار الطيبة، كذلك يحبون أن يكون عندهم مستمع، يكون واحد اللي يستمع لهم. فليس من الضروري أن تكون دائما متحدثا بأي شيء كان، ثم ترجم قرارك في أعمالك ومواقفك فلا تفعل إلا ما هو خير. يعني أولا قرر أن لا تقول إلا خير، أن لا تفعل إلا خير، أن لا ترى إلا خير. ثانيا قرر أن لا تقول إلا خير. ثالثا قرر أن لا تفعل إلا خير. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك لسانك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. شوف ترى هاي الكلمة اللي تقولها تصدق على نفسك، إذا هي كلمة خير ترجع لك بخير، وإذا كانت كلمة شر ترجع عليك بالشر. جرب ما أقوله لمدة 3 أيام، أن تنظر إلى الأشياء الرائعة في الحياة والمناظر الجميلة، وأن تتذكر الصفات الحسنة عند من تعيش معهم، وأن لا تقول إلا عن شيء جيد مفيد للآخرين. 3 أيام سرعان ما تعرف بعد هذه الأيام 3 كم هو جميل ونافع وممتاز أن تنظر إلى الإيجابيات في الحياة، وأن تقول الحسن من الكلمات، وأن ترى الجمال في ما حولك، وأن تتحدث عن العادات الحسنة لمن هم معك. وتذكر قول الإمام علي سلام الله عليه: قل خيرا تذكر بخير. إذا كنت من النوع اللي تقول أشياء جميلة، أخبار جيدة، حديث مفيد، الناس كلهم يذكروك بخير. قل خيرا تذكر بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.